السلام عليكم. في اداه اسمها كويك جام فيس من شركه اسمها بنتولز. الموضوع دوت بيبقى مهم قوي في الريفت. لو انا عندي المشروع عباره عن فيسز كتير والعناصر موجوده على اكتر من فيس، فهو بيعمل ايه؟ بيوريني فيسز باي فيسز، بدل ما انا اعملها مانوال كل شويه اقول له انا عايز اشوف الفيس ديت والفيس ديت والفيس ديت، هو بيديني زرار بسيط جدا كل اللي انا عليه ان انا اقول له جامب تو نيكست فيس، جامب تو نيكست فيس، فيبدا يوريني المشروع هيتعمل ازاي مرحله مرحله. ونقدر نشوف ده في ال2D وال3D في نفس الوقت.